ننتقل أيضا عبر الهاتف إلى دكتور كريم العمدة، أستاذ الاقتصاد السياسي. أهلا بك دكتور كريم. وتفقد الرئيس السيسي اليوم الأعمال الإنشائية لتطوير عدد من الطرق والمحاور، تقاطع شارع صلاح سالم مع شارع المرغني، كوبري عباس العقاد، كوبري الصاعقة بمنطقة المليون، شجرة. كل هذه المشروعات تنفذ الآن وسوف تسلم في مواعيدها طبقا للخطة الموضوعة، مع مراعاة تطبيق أفضل معايير السلامة والأمان. تعليقك. طبعا يعني احنا يعني نتحدث ان رغم الازمه التي يمر بها العالم ومصر بحكم انها جزء من العالم فهي يعني تمر بها نفس الازمه، ولكن الدوله تعمل على قدم وساق في سرعه الانتهاء او الاستفاده من فرصه الحظر او الاستفاده من فرصه يعني عدم وجود ازدحام في الطرق بالشكل المعهود سابقا، هي ان يتم الانتهاء من المشاريع القوميه بشكل سريع وعاجل. ايضا يعني احنا لا يمكن انكار على ان هذا الكم الهائل او هذا الزخم الذي حدث في السنوات الاخيره في البنيه التحتيه كان لي بالغ الاثر في التقارير الاقتصاديه التي كانت يعني دائما تشيد الى بالدور الكبير التي قامت به مصر في عمل بنيه تحتيه. احنا شفنا ان يعني منذ اربع سنوات او منذ خمس سنوات ابتدى ترتيب مصر يتحسن بشكل تدريجي في مؤشرات زي مؤشر التنافسيه العالميه اللي هو يعني للذي لا يعلم هو يتكون من 12 محور، منهم محور البنيه التحتيه الذي احتلت فيه مصر في التقرير السابق او تقرير عام 2019 كانت ال 52 عالميا. طبعا هذا المؤشر بيشيد دائما بماذا الدور الذي تقوم به الدوله في يعني البنيه التحتيه والتطوير المستمر، ولا يمكن انكار ايضا على ان يعني الدوله تسعى جاهده بقدر المستطاع انها تستخدم التكنولوجيا الجديده او التكنولوجيا صديقه البيئه في معدات رصف الطرق الحديثه في مصر. صحيح، هناك يعني هذه العمليه بالذات تتم الان وفقا لاحدث المعايير من خلال اعاده تدوير الاسفلت مره اخرى. بالفعل طبعا يعني احنا شفنا ان كان في احد المشاريع القوميه اللي تبناها الرئيس وهي 7000 كيلومتر اعاده يعني اعاده صيانه وتجديد وعمل طرق جديده، فيعني برضه للمعلومه للساده المواطنين ان عمليه يعني رصف الطرق هي عمليه مكلفه جدا، وبالتالي يمكن كانت الدوله قامت او يعني استحدثت طريقه جديده، تم شراء الات حديثه صديقه للبيئه انها بتقوم باعاده يعني باعاده فرم وتدوير الاسفلت مره اخرى حتى يتم الحفاظ على البيئه وعدم التلويث، وايضا يكون موفر في الجهد وفي الوقت وفي التكلفه. قد اعلن السيد وزير النقل في بدايه او في شهر فبراير تقريبا في بدايه 2020 عن يعني استهداف شراء 6 ماكينات كبيره عملاقه تستخدم في عمليات رصف الطرق وإعادة تدوير الأسفلت، وبالتالي بتصل إلى يعني إلى المرحلة متطورة ومرحلة جيدة، بتقلل التكلفة بتقلل الوقت وفي نفس الوقت يعني بتزيد يعني العمر الافتراضي للطرق إلى فترات كبيرة. طبعا ده كله يأتي في إطار اتجاه الدولة المصرية ل يعني خطة التنمية المستدامة 2030. خطة التنمية المستدامة هي ربط بين الاقتصاد وبين البيئة وبين الموارد البشرية، وفي النهاية طبعا يعني احنا عايزين نقول ان يعني الدولة تقوم بدور كبير جدا في دفع عجلة التنمية للدولة المصرية. لا يمكن انكار على ان البنية التحتية كان لها دور كبير جدا والمشاريع القومية كان لها دور كبير جدا في دفع عجلة النمو إلى الأمام، حتى يعني المتتبع للتقارير الدولية سيجد أن التقارير الصادرة من بيوت الخبرة العالمية زي الصندوق والبنك الدولي أشادوا أو أصدروا تقارير وأصدروا توصيات بأن مصر سوف تكون من الدول القلائل في العالم، يمكن مصر تكون دولة من 18 دولة سوف تحقق معدل نمو إيجابي في عام 2020، وده طبعا هيكون مدعوم بالأساس بهذا الكم الهائل من المشاريع القومية التي قامت بها الدولة المصرية التي أيضا تستمر، يعني هذه المشاريع تستمر ولم تتوقف في الأزمة التي مرت بها مصر. وهذه الفكرة أيضا دكتور، يعني فكرة التوازن بين أخذ كل الإجراءات الاحترازية ولكن مع سير عجلة الاقتصاد وعجلة الإنتاج في ذات الوقت. طبعا بالفعل يعني هو التوازن او
يعني نوع من انواع الموازنه بين عجله الانتاج وبين الظروف التي تمر بها الدوله، مع في نفس الوقت يعني زي ما دايما وصف السيد الرئيس ان اجراءات المعايير والمعايير التباعد ومعايير الامان يجب ان تؤخذ في الاعتبار، وان صحه المواطن هي اولى من كل شيء. وكان دايما الرئيس حتى بيتابع بنفسه وبيصدر توصيات بنفسه الى اهميه يعني ارتداء العمال الكمامات ويعني ادوات الطبيه اللازمه اثناء عملهم. شكرا جزيلا لك دكتور كريم العمدة أستاذ الاقتصاد السياسي. تواصل الأطقم الطبية جهودها في مواجهة فيروس كورونا وسط دعم وتقدير من الدولة والمصريين لتلك الجهود الاستثنائية خلال هذه الفترة الحرجة. الرئيس السيسي اتخذ خلال الفترة الماضية العديد من الإجراءات لدعم العاملين في القطاع الطبي، كما أكدت أيضا الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان في وقت سابق أنه منذ بداية جائحة فيروس كورونا تسعى الوزارة جاهدة لحماية أطقمها الطبية خلال مواجهتهم لهذا الفيروس المستجد طبقا لتوجيهات القيادة السياسية. المزيد عن قرارات القيادة السياسية لدعم الأطقم الطبية في سياق العرض التالي. مشاهدينا في استوديو الآن على شاشة إكسترا نيوز، فصل قصير ونعود بعده بمزيد من المتابعات.